طبعا يا جماعه احنا مبسوطين جدا ان انتوا نورتونا وشرفتونا، ومتهيألي يعني ان احنا مش عارفين نقول ايه او نعمل ايه، اي حاجه نقدر او هنعملها مش هتكفي التقدير ليكم. وانا بدي الميكروفون للدكتوره حياه لو تحب تقول كلمه طبعا الابطال اللي شرفونا في البارالمبيكس في لندن. وطبعا بالنيابه عن اللجنه البارالمبيه طبعا انا بشكر، وطبعا المجهود اللي عملوه الابطال اللي انتم شايفينهم دلوقتي الحقيقه مجهود جامد جدا، ويعني احنا يمكن سمعتم دلوقتي لكن ما تتصوروش قد ايه لما كنا بنسمعه واحنا في لندن، وقد ايه كان بيبقى شرف لمصر انه النشيد الوطني بتاعنا اترفع ما بين كل دول العالم. والحقيقه انا كعضو في اللجنه انا فخوره بيهم جدا، وبقول لهم ان شاء الله دايما كده بالاعمال ان شاء الله. انا دلوقتي في دروع تكريم للجنة البارالمبية المصرية وابطال البارالمبيين، فاول درع للدكتورة حياة خطاب ويسلمها الدرع لواء سيف الاسلام نائب محافظ القاهرة. رفع الاسكال الحاصل على الميداليه البرونزيه في البارالمبيكس لندن 2012 طه عبد المجيد، ويسلمه الدرع السيد الوالد حسين عبد الجليل رئيس حي مصر. الاسطول الحاصل على الميداليه الذهبيه شريف عثمان خليفه عثمان، ويسلمها الدرع الدكتور محمد صلاح رئيس مجلس اداره النادي الفرنسي. رفع الاسطول الحاصل على الميداليه البرونزيه متولي ابراهيم مطحنه، ويسلمها الدرع الدكتور محمد صلاح رئيس مجلس اداره النادي الفرنسي. رفع الاثقال الحاصله على الميداليه البرونزيه امل محمود حنفي، ويسلمها الدرع السيد الدكتور ابو بكر هاشم عضو مجلس اداره نادي الفرنسي. وزن 60 كيلو رفع 18 كيلو. رندا تاج الدين محمود بطلة رفع الأثقال والحاصلة على الميدالية الفضية، ويسلمها الدرع السيد يونس كامل عضو مجلس إدارة نادي الفرنسية. وزن 82 ورفع 140 كيلو. وهنحاول دلوقتي من ألعاب القوى رائد ابراهيم عبد الخالق والحاصل على الميداليه البرونزيه في لندن 2012، ويسلمه الدرع سيد المهندس مصطفى سماح عضو مجلس اداره النادي الفرنسي.
جيهان غريب والحاصلة على المركز الرابع في رفع الأبطال، وتسلمها الدرع مدام جيهان لألفي عضو مجلس إدارة نادي كوريسوي. شعبان يحيى الدسوقي ويسلمها الدرع مدام منال محمود عضو مجلس اداره نادي كوريسوي. عايزين نهدي الميكروفون لكابتن متولي مطحنه. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، السلام عليكم. انا طبعا سعيد جدا اني اقابلكم النهارده. التكوين ده حاجه كويسه يعني. طبعا انا شايف ان احنا تكوين الخارجيين في مجال او في مكان في رياضه وفي منافسات حاجه ده تكريم كبير جدا. انا بعتبر ان احنا خارجيين المال بتاعتنا او البحر بتاعنا هو مجال الرياضه ايا كان بقى فلوسيه او قوه وتقدر يعني ايا كان السبورتس اللي احنا موجودين فيه، فده بيتنا وده المكان بتاعنا. وبعتبر ان رقم واحد في الرياضه هي الفروسيه. كان زمان لسه طبعا فارس وكده بس في الظروف يعني، الا ان بعتبر ان رياضه الفروسيه من اعلى الرياضات الموجوده عالميا، وطبعا لها تاريخ قديم جدا. يمكن ده طبعا تاني درع عقده في مجال الفروسيه. انا خدت قبل كده درع في مجال الشرقيه للخيول، ده تاني واحد. انا طبعا الدرع بالنسبه لي حاجه قيمه جدا لانه في مجال الفروسيه حاجه اللي انا كنت بحبها، كنت اتمنى ان انا اطلع بطل فيها يعني. احنا كابطال عملنا الحمد لله 15 ميداليه متنوعه بين فضه وذهب وبرونز ومراكز رابع وخامس وسادس. بس انا عايز اقول طبعا ان اللي الناس عملت مراكز ما كانتش اقل من انها تعمل ميداليات، لان كل واحد فينا كان مسافر يعمل ميداليه. فاذا كان عامل مركز فهو كان احتمال انه يرفع علم مصر ويرفع اسم مصر، بس سواء بقى ترتيبه او سواء مصر كقويه فاتاخر المنافسه بتاعته. ولكن كلنا كنا سعداء جدا ان احنا بنرفع علم مصر ونرفع اسم مصر فوق، واحنا دايما بنلعب تحت رايه واحده بس وشعار واحد، وهو ان احنا كلنا ابطال، وان البطل الحقيقي هو البطل اللي يعرف قيمه بلده ويعرف ازاي يرفع علم مصر وازاي يمثلها بشكل مشرف. عشان كده بقول لكم شكرا النهارده لكم، شكرا ان انتم طلعتونا النهارده وشرفتونا وكرمتونا. شكرا لكم. متولي قال انه ما فيش حد في الفروسيه، بس احنا بناخد فرصه طبعا وعايزين ولو نقدر نعملها كل مره في كل البطولات اي ايفنت بنعملها. الفروسيه احنا يشرفنا كلنا وجود فارس مصر الاولمبي الفارس اللواء محمد سليم زكي. وطبعا احنا كلنا اتربينا يعني تحت ايدين في سنة الاولمبيين اللي هو محمد سليم زكي اللي هو جمال حارس اللي هو علي الرياض الله يرحمه اللي هو عمر الحضري الله يرحمه واللي هو محمد خيري وناس كتير جدا. كلنا بصينا لهم وكلنا يعني اتعلمنا ركوب على ايديهم وكلنا كانوا بالنسبه لنا مثل اعلى. ف يعني يشرفنا وجود اللي هو محمد سليم زكي معانا وميدالية تذكاريه يقدمها رائد المستشار علاء عبد العزيز. رئيس لجنة الحكماء في نادي الفروسية. رئيسنا الاولمبي كريم الزوبي اللي كان مشارك في اولمبياد لندن السنة دي وأدى أداء مشرف جدا، وهيستلم بالنيابة عنه أحمد زوبي طبعا كريم هولندا مش موجود، ويسلمها الميدالية التذكارية الأستاذ محمد حسين عن شركة اتصالات أحمد الزوبي. شكرا ان تشرفتوا الحفله، نورنا دايما ويعني اتمنى نشوفكم معانا على طول. مبروك.